بعد الكشف والفضاء يظهر الذهب من حاسو واللي عاش يلمع والظلم يسيخ من ساسو سيد السبع قالوا جاح مهما كان مرفوع راسه جبل دارو نصفح والمهم زينو لنعاسه سيد السبع قالوا جاح مهما كان مرفوع راسه بابا فكرو نمباح بحقر موت فوق قنطاسه حبي يطير بلا جناح ابقى حاصل في قواسه انهار يبان الصح تم الكذب يفضح ناسه انهار يبان الصح تم الكذب يفضح ناسه بعد الكشف والفضاء يظهر الذهب من حاسه واللي عاش يلمع والظلم يسيخ من ساسه واجهنا يا قسنطيني ما تواجهش الصحافة اخرج واجه عائلات المخطوفين ما راهش مفقودين خاطش ماشي كارثة في الجزائر انتم اللي رفدتوهم اخرج واجهنا ما تخافش داهم ديارهم ما نحبسوش ما نحبسوش كل أربعة نقفوا هنايا اخرج واجهنا اخرج مارك غير نموتوا كاين اللي يخلفنا اخرج واش الملف اخرج الى اوراجل قول لهم ما عندهمش هذه لا احنا عجايب احنا عندنا هذه الذي الدوله قولوا واش نقول لكم ما ننساوش حنايا اللي ماتوا وما ننساوش اللي ترفدوا كل عائله في الجزائر راهي مجروحه كل عائله راهي مقسومه اليوم تفرحوا للكراسه باش تحكموا الكراسه لكن طلوا على حقيقه عائلات المخطوفين واش راه صاير فيهم ما نفوطيوش حتى على واحد حتى تبان الحقيقة الكرسي ماشي ليكم انتوما الكراسة اللي يستنوهم ماشي اللي مضحيين بولادهم لو الفايدة والربح والملك ترد غناسو سكنوا في طوب الصفح ملكو ما كان الناس لو الفايدة والربح والملك ترد غماسو سكنوا في طود الصباح ملكو ما كان الناس انقلب زمن وراح تحرير كثر وافاسو واليوم ما بقاش قلاح هنيك لا يحط خلاصو انهار يبان الصح تم الكذب يفضح ناسه انهار يبان الصح تم الكذب يفضح ناسه بعد الكشفه والفضاء يظهر الذهب من حاسه واللي عاش يلمع الظلم يسيخ من ساسه Thank you.
الساح للي مظلوم في حباسه يسر من خلى جراح في قلوبه غمق حساسه واجهوا العائلات اخرجوا من البيروات 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 واجهوا العائلات اخرجوا من البيروات